الأيام الجاية صعبة يا ولاد، ومحدش ضامن هيحصل ايه بكرة. خالتي مصطفى مدبولي هي اللي قالت التصريح ده، وصحيح هما فلسوا البلد ووصلوا الجنيه لأرقام خيالية، لكن انت برضو ممنوع من الكلام وتراعي الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء دي بتكبر، وده اللي اتكلم عنه الأستاذ خالد داوود. قالك الخطوط الحمراء بتزيد بتاع المعارضة يوم ورا يوم. كتب في موقع المنصة بيقول الأستاذ خالد داوود: الخطوط الحمراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر 30 عام كنا نتساءل دائما كصحفيين أو منخرطين في العمل السياسي عن الخطوط الحمراء التي يضعها النظام لحرية الرأي والتعبير، وتعرض من يجاوزها لمخاطر الحبس والتضييق وطيلة السنوات، وحتى ظهور حركة كفاية في 2004 قبل أشهر من تعديل الدستور للسماح بإجراء انتخابات رئاسية أولى. كنا نعتقد أن الخطوط تتمثل في عدم التعرض بإهانة شخصية مباشرة للرئيس وأفراد أسرته أو اتهامهم بالفساد، خاصة زوجته التي عرفت بالهانم بعد أن تنامى نفوذها، وكذلك تناول شؤون المؤسسة العسكرية، وأخيرا إزكاء الفتنة الطائفية. دي كانت الخطوط الحمراء. ولكن في عام 2006 عندما جئت في زيارة للقاهرة من واشنطن حيث كنت أعمل مراسلا صحفيا، وشاركت للمرة الأولى في مظاهرة أمام مقر أمن الدولة القديم في لازوغلي، لم أصدق نفسي عندما وجدت الناس يهتفون ونحن نردد وراءهم: يسقط يسقط حسني مبارك، وكفاية الكلمة التي لخصت برمزيتها كل ما كان يسعى له المحتجون. أدركت مع مشاركتي في تجمعات مماثلة على سلالم نقابة الصحفيين الشهيرة أن خطوط حمراء أطيح بها، وأننا انتقلنا لمرحلة مختلفة يقودها جيل جديد من الشباب والحركات المعارضة بعيدا عن الأحزاب المحسوبة رسميا على المعارضة، ولكن قيادتها شاخت وقابلت بعقد الصفقات مع نظام مبارك ولجنة السياسات. هذه مقدمة تاريخية لازمة لفهم الخطوط العديدة التي عدناها إلى الوراء في مجال الحريات العامة بعد عزل نظام مرسي وجماعة الإخوان المسلمين إثر المظاهرات الحاشدة في 2013، ثم تولى السيسي منصبه في 14 حين ضاقت هوامش الحرية واتسعت الخطوط الحمراء وأصبح تمن تجاوزها باهظا. يا أستاذ خالد، عايز أقول لك كلام أنت عارفه كويس، كلام أنت عارفه وفهمه، وإنه في عهد السيسي الحقيقة أصبح كل شيء في البلد خط أحمر، ممنوع على الشعب أو حد يتكلم عنه إلا لما يسمح أو يسمح به الزعيم، غير كده أنت في دايرة تانية خالص. أصبح انتقاد الأوضاع بتاع الاقتصادية دي أو تتكلم عن غلاء الأوضاع الاقتصادية، أنت مش هتعدي بس الخط الأحمر، أنت هتتخطف وأنت ماشي في الشارع وهتتحبس، زي ما حصل مع الشاب يوسف ريعه اللي أخوه قال إنه اتخطف من وسط البلد. يوسف أخويا ظهر النهاردة، بس المحامي قال لي إنه ظهر في نيابة أمن الدولة العليا ومخطوط له تهمتين: انضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. طب إزاي كل ده عشان كتب بوست على الفيسبوك بيقول فيه إن الحاجة غالية وإنه مش قادر يعيش؟ طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا سبت شغلي ومش عارف أعيش، وهصرف عليه منين؟ وهصرف على زياراته منين؟ وهصرف على علاجه منين؟ وهصرف على نفسي منين؟ وهصرف على إخواتي الصغيرين منين؟ وإحنا عايشين لوحدنا، حسبي الله ونعم الوكيل. والرسالة دي للضابط اللي خده وظلمه: والله هيجي يوم القيامة وهنقتص منك، ولو دخول الجنة هيبقى على إيدك، إن أنا سامحك والله ما هسامحك وأقتص منك. يا ابني أنت طيب، أنت فاكرهم بيتأثروا بالكلام ده؟ أنت فاكرهم بني آدمين بشر كده لحم؟ ده بلاستيك. ولما ظهر يوسف بعد اختفائه قسريا اتحبس 15 يوم بتهمة الشكوى من ارتفاع الأسعار على تيك توك، وده اللي قالته مدى مصر في الخبر ده. تحبس ريعه 15 يوم،
بسبب انه اشتكى على التيك توك. الخطوط الحمراء يا استاذ خالد في عهد السيسي توسعت لدرجه انه لما بيتقبض عليك من اي ضابط او من شرطه تروح الاسم مالكش حق تتكلم ولا تسالهم قبضوا عليك ليه، ولو اتكلمت هيكون مصيرك انك تموت من التعذيب. استاذ خالد الخطوط الحمراء ما عادتش للسيسي، ده اصبحت لاي قاضي، وده اللي انا قلته امبارح هنا. قلت لكم الضابط احمد اللي كان بيتكلم عنه السيسي ما عادش ضابط بنسر ودبوره وكاب بس، ده بقى اي حد من محاسيب البلد، زي الضابط زي الشاب بتاع مهند بتاع طنطا مهند انديل. ده كل مشكلته انه راجل راكب عربيه بتاعت بالنافر دي او بيسموها في اسكندريه المشروع. الراجل ده حظه الاسود وراء قاضي او وكيل نيابه، حد في القضاء يعني، زنق عليه او حاجه ما عجبوش القاضي، سجنه وتعذب في السجن ومات. اسمع القصه دي من والده الشاب مهند انديل، اللي الست امه بتقول نتيجه التعذيب داخل اسم شرطه طنطا. اسمع يا استاذ خالد الواد ده عمل ايه كده. بأي ذنب الست دي تفقد ابنها؟ لأنه ببساطة زي ما هي قالت كان واقف في الطريق قدام عربية قاضي، فالقاضي شن ياره وداه ورا الشمس واداله استمارة للآخرة بعد ما الشرطة اتعذب جوه القسم. طبعا السادة الضباط اتوصوا بيه لأن ده توصية من القضاء. بعد ما الشرطة حسب كلام أمه قتلته، طلعت بيان تقول إنه مات كده وإننا شرفة ومنقتلش حد زي الجماعة، زي ما الجماعة الإرهابية بتقول. مهند كان جوه السجن فعلا، أيوه حصل، ومات جوه السجن فعلا، بس عارفين مات ليه؟ اتخانق مع مساجين تانيين. والله شكل بقى، والبصرين بتتخانق في البطن وبتاع، اتشكلوا على شوية سجاير، المساجين قتلوه. خش كده شوف البيان بتاع الداخلية. لا صحة، هو بس كلمة لا صحة دي عندهم لازم يحطوها في أي حاجة. لما تداولته بعض الصحف الموالية لجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل إحدى أقسام الشرطة بزعم تعرضه للتعذيب، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا. طب قضية إيه طيب؟ معلش ما تقولولنا يا جماعة، برضو يا جماعة بلاش الكلام اللي هو كده في الهوى، قولولنا القضية ايه؟ على ذمة احدى القضايا. وبتاريخ 4 اغسطس الجاري حال تواجده بمحبسه نشب بينه وبين 4 نزلاء مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب، وتم نقله المستشفى لتلقي العلاج الا انه توفى. امر ربنا يا شيخ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة وعرضهم على النيابة العامة في حينه، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم في القضية المحبوسين. يعني لما نخلص ويفرج عنهم في القضية اللي هم محبوسين نحبسهم تاني على ذمة القضاء. وإن ذلك يأتي في إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق. ده البيان بتاع الداخلية، تخيلوا. او انهم يا استاذ خالد يعتقلوا رسام كاريكاتير زي اشرف عمر ويصعقوه ويكهربوه ويبهدلوه ويتجاهلوا نداء زوجته بالافراج عنه لانه ما عملش جريمه.
لدرجة أنه يطلع رسام كاريكاتير نيجيري يتضامن معاه، زي ما قال موقع المنصة كده في التغريدة دي. رسام كاريكاتير نيجيري كيني مش عارف أموتشو يتضامن مع أشرف عمر العدالة لأشرف عمر. شو بقى؟ اتفضل اطلع بقى هات الكاريكاتير اللي هو رسم أشرف أهو والقلم في إيده مسكينه. بص حلو رسمه والله، بس وقفنا، حلو رسمه والله جدا. أسألك بالله العلي العظيم، إيه شفت فين في السعودية، في الكويت، في قطر، في اليمن، في الجزائر، في المغرب رسام كاريكاتير بيتعاطف مع قضية أشرف عمر؟ مش هتحصل، انسى. لكن وصل الأمر أن رسام كاريكاتير نيجيري ده فضحتنا بجلاجل. احنا كنا زمان نتريق على الأفارقة أن على طول عندهم انقلابات عسكرية، دلوقتي الأفارقة بيتريقوا علينا. على رأي واحد النهاردة كان له جملة، قال لك حسني مبارك، استنى والنبي لاجيبها والنبي لاجيبها، هي راحت فين؟ قال لك أيام حسني مبارك كنا بنتريق مش عارف على دولة إيه، النهاردة نفسنا نبقى زي موزمبيق. والله العظيم رسام حد طالع كده كاتب التويتة دي، قال لك النهاردة احنا بقينا نحلم إن احنا زي نبقى زي موزمبيق. أنت متخيل؟ تخيل يا جدعان، تخيلوا وصلنا، مش أقدر أجيبها دلوقتي، تخيلوا وصلنا إن إحنا الأفارقة بيتريقوا علينا.